السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. من عظيم الدرجات التي يمن الله بها على العباد أن يجعل المسلم في درجة الصابر الشاكر. والصابر الشاكر كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو الذي فيه خصلتان: أنه ينظر في دينه إلى من هو فوقه، وينظر في الدنيا إلى من هو دونه. فالمسلم جعل الله سبحانه وتعالى له الأسوة الحسنة بسيد الخلق والبشر، سيدنا وحبيب قلوبنا محمد عليه الصلاة والسلام. فمما نقل أن هذا الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في العشر الأواخر من شهر رمضان ما لا يجتهد في غيره. الإنسان كلما مضى في الطاعة عليه أن يذكر قول الله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. آخر الشهر خير من أول الشهر، وكلما أمضيت يوما وليلة من أيام وليالي هذا الشهر الفضيل إنما ازددت شوقا إلى الله تعالى. هذا الشوق يتمثل بعظيم الهمة، ألا تفتر هذه الهمة، ألا يصاب الإنسان بضعف فيما يقدمه في جنب الله. الله يستحق منا كل شيء، يستحق من قلبك أن يكون مليئا بحبه، ومن روحك أن تتصل بتجلياته، وبنفسك أن تتزكى مما يفيض عليك من عطائه وبره وكرمه. لذلك المؤمن يبني هذه الدرجة، درجة الصابر الشاكر، بأنه ينظر إلى أعمال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان الرسول وهو على هذه الدرجة والمكان من الله، وهذا ما كان يقوله له نساؤه رضوان الله عليهن: لما تجتهد هذا الاجتهاد وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيجيب بجواب واحد: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أين الصائم الشاكر اليوم؟ وأين القائم الشاكر؟ وأين المتبتل الشاكر لله؟ الإنسان ينظر كم أعطاه الله تعالى من هذه القوة، فهل هذه القوة يستخدمها فيما يقربه إلى الله؟ في إنسان الله يعطيه اللسان الفصيح، ولكن كما ورد على لسان عيسى عليه السلام: كم من وجه صبيح ولسان فصيح، لكن غير أنه بين أطباق النار غدا يصيح. لسانه فصيح. وفي إنسان كما قال تعالى أنه يبذل ويكدح ولا يدع بابا من أبواب الهمة إلا يعمل بها، لكنها لا تكون لله. أما الذي يجب أن يتمثل لله ما نحن فيه الآن، هذه الساعة، في جنبات هذه الليالي المتبقية من شهر رمضان، الآن انتصف الشهر، وكان أهل الصلاح كما يروي ابن رجب الحنبلي في كتاب اللطائف، كان لما يمضي المسلمون نصف الشهر كانوا يزدادون خوفا وحبا وإجلالا وإعظاما لله تعالى. لذلك يقومون على قدم التعبد الحق، فما فاتك من أول الشهر تصلح حالك في آخر الشهر. أما إذا كانت الأيام والليالي كلها سواء، معنى ذلك أن هذا الإنسان ما طرق بابه الهمة، وما عرف كيف يزدلف إلى الله جل وعلا.
لذلك هذه الحياة أخواني غدا سنوضع في قبورنا، ولكن شتان بين مع أولئك الذين مع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وبين الذي أضاع عمره وقال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذا العمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح البخاري: أعذر الله إلى رجل أعطاه الله 60 عاما. الله أعطاك 60 سنة، 60 سنة ماذا فعلت بها؟ هل يا ترى عمرتها؟ الآن يسأل الإنسان لما الواحد بيشوف الثاني أديش عمرك؟ سماح الشيخ عليه رحمات الله كان يذكرنا بهذه اللطيفة، أن أحد سأل سيدنا أبو يزيد البسطامي: كم عمرك؟ كم عمرك؟ قال له: 5 سنين. أنت يا شيخنا ويا مولانا 5 سنين؟ يعني قال له: يا ابني عمري مذ عرفت الله. شوفوا يا أخواني هالكلمة كم كان يكررها سماحة شيخنا: عمرك أيها الإنسان منذ عرفت الله. لما تبني حياتك صلاتك عبادتك على مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذا عمرك الحق. أما أن تصلي وقلبك غافل وروحك لاهية ونفسك ساهية وأنت ما جنيت القرب إلى الله. لذلك الله سمى ذاته العلية الله، الله يعني الذي تتولى القلوب بحبه وبالإقبال عليه وبالشوق إليه. لذلك أنت تعمر يومك وليلتك بالقرب بالطاعة، هذا هو العمر الحق. لذلك هلا أنت معك 24 ساعة في كل يوم وليلة، كم تعمر فيهم من الطاعة؟ هذا العمر الحق. أما والله نص نوم ونص له وأكل وشرب وحياة، هي الحياة؟ الدهريين لما قالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. أما الربانيين الله عز وجل أمرنا بسورة آل عمران: وكأي من نبي قاتل معه، ما قال أي صفة، قال ربيون كثير. ربيون يعني ربانيين، الله يريدك أن تكون إنسانا ربانيا، تعطي قلبك لله، تعطي روحك وأنت متوجه لحضرة الله. لذلك كانوا يسألون الله تعالى في مثل هذه الليالي: اللهم اجعلنا أفقر من افتقر إليك وأذل من تذلل بين يديك، اللهم اجعلنا أوجه من توجه إليك. لذلك كان من قسم النبي صلى الله عليه وسلم، نحن بنقول والله، فكان من أنواع القسم: لا ومقلب القلوب، ومقلب القلوب، سل الله الثبات على الإيمان، سل الله أن يلهمك الرشد، سل الله أن يلهمك أن يجنبك الزلل. لما أتى بعض يعني الكفرة وأراد الإسلام، بعد ما سألوا النبي: كم إله تعبد؟ وإذا صابك البلاء مين بتسأل؟ وإذا صابك المرض؟ وإذا صابك الفقر؟ وإذا تعدى عليك العدو؟ كله إلا الله الله الله. قال له: أفلا أدلك على كلمات إذا قلتها جمع الله لك خيري الدنيا والآخرة؟ قل: اللهم قيني شر نفسي وأسألك من الخير. سل الله أن يقينا شر نفوسنا شر أعمالنا. لما كان ينظر إلى ابنته فاطمة صلوات ربي وسلامه عليه يقول: يا فاطمة ما يمنعك أن تقولي إذا أصبحت: اللهم برحمتك أستغيث فلا تكلني إلى نفسي. شوفوا كلام النبي قديش الدقة فيه: فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لي شأني كله. وكان من دعائه صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم إنك إن تكلني إلى الناس أضيع وإلى نفسي أهلك. فإذا النبي يا أخواني عم يسأل الله ألا يكله الله إلى نفسه طرفة عين،
نحن هلا قديش الانسان انا وانا وبساوي وانا اللي بدي اياه بيصير وانا هي انا شو سويت بحالك؟ ما خليت لله بقاء فيك، ما خليت صدق توجه لله فيك. لذلك دائما ففنى ان شئت فناء سرمدا. فالفنى يعني في الله عز وجل يدني الى ذاك الفنى، يخليك دائما في البقاء مع الله. وهذا المقصود يا اخواني. الان نحن لا نعيش باجسادنا، نحن نعيش بارواحنا، وهذه الروح غذاؤها الايمان، حياتها بذكر الله، قربها بمناجاة الله. إذا كان الواحد فينا ما بين ذكر وما بين مناجاة وما بين توجه، صار قلبه حي بالله عز وجل. وكما قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه. كان ميت لكن ما كان ميت الجسد، ولكنه ميت الإحساس، الشعور، القرب إلى الله. قال: فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ونحن يا أخواني بدنا نكون هذا مثالنا. فهذا الجامع نشأته الأولى يا أخواني إنما كان الاهتمام بالقلب، الاهتمام بالروح، الاهتمام بالمناجاة لله. علينا شيبا وشبابا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، أن نحسن التوجه إلى الله. ما في واحد أحسن التوجه إلى الله وطرد من رحاب الله يا أخواني. وما من أحد كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أقبل بقلبه على الله إلا جعل الله قلوب العباد تقبل عليه بالود والرحمة. اللهم اجعلنا في أيامنا وفيما بقي من هذا الشهر الكريم من عبادك الذين رفعت الحجب عن قلوبهم وأشهدتهم عظمتك وآنستهم بذكرك واصطفيتهم لمجالستك وأشغلتهم بك عمن سواك. اللهم اجعلنا في عبادك الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. قولوا جميعا الدعوة التي علمها رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه لأبي بكر. قل يا أبا بكر، كل واحد فينا يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا، وربنا تقبل منا وإلى حضرة النبي وآله وأصحابه ومن نحن في أعتابهم. الفاتحة.